بالنسبه للبلوكاج ديال مجموعه ديال المقاطعات في الدار البيضاء، كاين هذا البلوكاج؟ ما كاينش بلوكاج، ولكن كاين سي نورمال، كاين جدال سياسي، وهذا امر طبيعي. جي جي لا، ما كاينش المصلحه، كل واحد كيشوف التسيير من وجهه النظر ديالو الخاصه، كل واحد كيشوف التسيير ديالو من وجهه النظر ديالو الخاصه. وحنا ما بغينا بعدا حتى شي مقاطعه ما تكون واقفه، بغينا جميع المقاطعات يشتغلوا، لانه راه كل شيء دابا 16 مقاطعه راه كلها خدامه، كلها فيها اوراش. باش نكونوا واضحين، كاينه ماشي ازمه سياسيه، ولكن كاين عدم التنسيق داخل بعض المقاطعات، ماشي بزاف. كنتمنوا الاخوان الاعضاء ديال هاد مجالس المقاطعات ان شاء الله الرحمن الرحيم يعاود يتعاونوا ويتضامنوا ويتحدوا باش من اجل المصلحه العامه. راه ما كاينش شي واحد اللي جا هنا اللي بغيت يضرب على مصلحته الخاصه، انا هادشي اللي عارف انا بعداك، كاين شي واحد اللي جا عنده مصلحه خاصه، كلهم غير هما الطريقه ديال تفسير المصلحه العامه، كل واحد راه عنده الطريقه ديالو، كل واحد هذا والقناعات ديالو والمسائل، وما ندخلو ما تقدرش تعرف شنو المشاكل الحقيقيه اللي كاينه. ولكن حنا اللي كنقول انا واللي كنأكد عليه، راه ما خاصها تكون الا كنا كنقولوا فريق منسجم وفريق قوي وكيخدم، راه بما فيه مجالس المقاطعات، وكنعرفوا الاخوان الاعضاء ديال مجالس المقاطعات راه كيقوموا بواحد الدور مهم جدا، راه هما اللي في الميدان، راه هما اللي في الواقع، راه هما في المجال، اللي هما في التراب. دونك الاعضاء المجالس راه المقاطعات راه عندهم واحد الكلمه ديالهم في المجالس ديالهم. كنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تضافر الجهود، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.